حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم الى فقره سؤال العرفج، وبنسمع بصوت زميلنا احمد عبد الكريم. فلان ذكي، جملة كان الناس يطلقونها على الإنسان المتميز ولا يحددون نوع ذكائه، مع إن الذكاءات متعددة كما ذكرها هوارد جارنر في عام 1983 للميلاد. سؤال العرفج هنا، متى نحدد نوع الذكاء الذي يتميز به من نعجب بهم ونريد مدحهم؟ تفضل. شوف، هذه من أخطر النظريات اللي سواها أستاذنا القدير هوارد جارنر، أنه فعلا كنا نقول فلان ذكي في المدرسة، فلان ذكي فلان ذكي، هو مجرد يمكن الدافور يحفظ. الآن طلعت الذكاءات المتعددة، هو وصلها لـ 12 وممكن تصير أكثر فيما بعد. إيش الميزة هنا؟ إحنا ما يهمنا الذكاء، يهمنا الميزة. الآن في بريطانيا وفي بعض الدول الأوروبية يحبون يحددون نوعية الذكاء عشان يحطونك بالوظيفة اللي أنت فيها. مثلا مصور يكون دائما بصري، عنده قدرة. أنا مثلا من الناس اللي ما ألتفت بصر، والله دائما واحد يسألني الثوبة اللي لابسه أبو يحيى وش كان لونه، قلت والله ما أدري، أني مشغول في ملكوت العلم. شايف؟ فأنت تكون تركز على شيء في الذكاء الموسيقي، بيتهوفن مثلا. ولذلك تلقى أحيانا الأديب أنت مبدع، تلقاه ما يعرف يشتري من البقال، ما عنده فلوس. أنا أعرف واحد أديب أنت تعرف، والله زوجته تأخذ راتبه لأنه مسكين، ممكن هو طالع من الجامعة واحد يلقى واحد شحاذ يعطيها الراتب كله ولا عليه. فما يحسن التصرف في المال، هذا مو عيب، ذكاؤه في الأدب تجاه معين. بالضبط. فأنا ودي نبدأ نستخدم الآن الذكاءات هذه، ولا نقول ذكي فلان في اصطياد الأفكار، ذكي في الموسيقى، ذكي في الكتابة، ذكي باللغة، ذكي بالتصحيح، ذكي. تحدد المسارات اللي هو ذكرها. طبعا في ناس ذكاء اجتماعي، مثلا دولة تلاقي، أنا أعرف واحد مثلا في الطائف لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يبيع ويشتري مع الناس كلها وآكل عقولهم. ليه؟ عنده ذكاء اجتماعي. لذلك الفرنسيين يقول كلنا كالقمر له جانب مظلم. أنت قد تكون مبدع في الفصاحة والشعر وكذا، لكن قد تكون في الاقتصاد رجل ضعيف. صحيح. أنا كنت أرسب بالرياضيات، ما كان ريال من كان في حسابه، ما في شخص كامل في بالضبط. حنا نقول إيش؟ نقول عندك طال عمرك برزقك الله ذكائين ثلاثة أربعة، اشتغل عليها ولا تدخل في ذا. النمل قوته في الجحور، متى ما طار النمل أكلته العصافير. عشان كذا يقول لك الحضارة، يقول قاع نملة تأكل سكر، قاع جمل قال جمل تأكل شوك ترفع راسك. فأنت في حياتك هذا، أنا كل اللي أتمنى أنه نركز على أبنائنا ونركز على الموظفين اللي عندنا. أنا عندي موظفين كثير يشتغلون معي يساعدوني، أشوف هذا عنده دقة في اللغة أعطيه كتاب يراجعه، أشوف واحد عنده دقة في الموسيقى أقول له نزل لي أغنيتين لمحمد عبده، أشوف واحد كذا. فأنت حلاوة الذكاءات هذه أنها تختصر لك الطريق وين تحط الإنسان فيه. بس جميل، وأنت كشخص تستثمرها فيما يعود من نفع عليك. بالضبط. طيب.